والله الأب في لوباتير كاهن كنيسة العذراء بفيصل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ معتز. تحت أمرك يا فندم، اتفضل. بداية أنا عايز أهني حضرتك بحلول شهر رمضان أو بقرب حلول شهر رمضان. كل سنة وحضرتك طيب وأنت بالصحة والسلامة وكل مصر بخير. وكل مصر بخير. أنا بس أرجو أن صدر حضرتك يتسع ليا، لأنه للمرة الثانية على التوالي حضرتك تستضيف ضيوف وتنتقي موضوعات وما يتمش التوجيه الدعوة لحد انه يرد عليها. بدأنا في موضوع عبير. انا معايا رسالة من شاكر موريس بيقول لي هو انا عايز اسأل ليه المحدش بيرد من المسيحيين او من الاخوة الاقباط غير الاب في لوباتير. يعني ما عنديش فكرة، ده سؤال ما يتمش توجيه ليه. ارجو ان حضرتك ما تضيعش الوقت بتاعي في بعض يعني ردود، لان انا مرتب الحقيقة اللي عايز اكلمك فيه. بدأت حضرتك في موضوع عبير ودلوقتي في موضوع ميري مكي. اولا ادعاء الاتصال بالكهنة علشان يردوا، حضرتك قلت كمان امبارح اب فلوباتير، اب فلوباتير اسمعني بس. لا 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 ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة، بكل هدوء. كلمة بداية حوارك بكلمة ادعاء كلمة غير مقبولة، هتسحبها اقدر اكمل معاك؟ اسحبها وكمل معايا. اتفضل يا فندم. ان حضرتك قلت امبارح انك اتصلت بعدد كبير من الكهنة ورجال الدين تخلوا على الموقف، ابدا لم يحدث. وانا حاولت امبارح بشتى الطرق، امبارح حضرتك قلت الخط اتقطع والخط ما اتقطعش، انما الاخ اللي في الكنترول قال لي ان الاعداد غير موجود وشكرته. وبعد كده فوجئت بحضرتك بتتكلم في مشهد غريب انتهى تماما من الاعلام المصري من زمان ان الاتصال اتقطع. نمرة اثنين ان الاخت اللي حضرتك استضفتها. قبل ما تروح لنمرة اثنين بس ارد على واحد عشان الوقت ونخلص عشان ما نضيعش وقت بعض. اولا كان وقت البرنامج انتهى وانا اعلنت ده على الهواء. نمرة اثنين برضو الاسلوب التهكمي من حضرتك، ان حضرتك وحضرتك بتقرا الكلام عن التزوير وقول انا احب اللعبه الحلوه، برضو ده تعبيرات الحقيقه فيها كلام. والله انا التزوير شفته بعيني. لا حضرتك لما تشوف التزوير يا فندم، التزوير اللي تشوفه بعينيك لازم تجيب الورقه الاصليه مش الصوره. يا ريت بس تجهزوا لي الاباء الكرام اللي اتصلنا بيهم امبارح عددهم. ده انا بقول الاعداد مش لحضرتك، انا اسف. يجهزيهم بس واحد واحد ونقول ردودهم كلها، واللي يستطيع ان ينكر هذا الرد نبقى نذيعه. كمل يا فندم. نمره اثنين الاخت ميري ماكين مكانها ما كانش حضرتك المجلس الكريكي، قالت حاجات امبارح تتعلق بتزوير، فدي مكانها تبليغ نيابة انها تروح بدل ما تروح المجلس الكريكي تروح للنيابة. ومن ضمن الثغرات اللي في كلامها امبارح بتقول انه انا اجبروني على تصريح عقد الزواج على وعد ان هم يطلقوني فيما بعد. هل ده كلام منطقي انها توافق على تصريح عقد زواج الدليل الوحيد على بطلان زواجها؟ بعدين تصادوا ايه اللي بيتم في الزواج العرفي؟ يعني انا طبعا عاذر حضرتك ما تعرفش الامور دي، انما التصادق ما بيتمش في الزواج العرفي، فعشان كده حضرتك ما رديتش عليها. احنا استاذ رمسيس كان قاعد يشوف الحلقه كلها من الخارج وكان المفروض ان هو يرد على الحاجات دي بس هو ما ردش عليها. كان نفسي حضرتك تسالها سنها كام او في جامعه ايه علشان نعرف. لا ازاي مجموعة البياض. انا اتفقت مع استاذ رمسيس ان هو يكون متابع وهو ما ردش على الحاجات، فانا ما قدرتش اخليه يرد على كل الحاجات، هو اللي رد على الحاجات اللي هو عايز يرد عليها. اتفضل. حضرتك ازاي تسمح مثلا ان واحده تتكلم وتشتم تهزأ وتقول على الاباء الكهنه منتهى قله الادب؟ وازاي حضرتك تسمح على ان الاخت تقول على البابا شنوده الثالث انه لو مش قد المسؤوليه يسيبها، وان البابا شنوده عامل قوانين لنفسه؟ حضرتك كلام كتير جدا اتقال على البابا. كل الكلام في نهايه الحلقه، كل الكلام اللي اتقال على البابا شنوده نفيناه بكل تاكيد امبارح والنهارده في نهاية الحلقه بس. وحتى مجدي ويليام نفسه اعتذر عن ده. وعايز اقول لحضرتك بما انك فتحت الموضوع، انا مضطر اقول لك برضو ان كان في سباب كتير جدا واسف كتير جدا وشيء مخزي جدا اللي كان حصل قدام الكنيسه من كل الناس اللي سجلنا معاهم التقرير، وحذفنا ده احتراما لكل المصريين، لان هدفنا الوصول للحقيقه وليس اشعال فتنه. اتفضل يا فندم. الاستاذ اسامه اتكلم كتير جدا جدا على قدرات رهيبه للتزوير. حضرتك تعلم انه اللي يعلق على حكم محكمه دي تعتبر خطا كبير يقترب من الجريمه. يعني هو بيقول ان في حفظ البلاغ من النيابه، لما حفظ البلاغ من النيابه اذا النيابه رات ان البلاغ لا يرتقي الى مستوى
انه يكون بلاغ له قيمه. كاهن الموثق يا فندم هو موظف بالاضافه لكونه كاهن. ثانيه واحده ابو فلاتير هخليك تكمل بس اسمحك بعتذر. قول لي بقى عشان وبس اقول ابو فلاتير معايا. قول لي الانبا بولا قال انا مسافر. الانبا بسنتي ما ردش بعد اتصال 17 مره. الانبا يؤنس رفض الحديث في الموضوع. صليب متى ساويرس رفض الحوار في الموضوع اطلاقا. عبد المسيح بسيط بحفظ الالقاب لكل هؤلاء الاباء اللي بنحترمهم جميعا قال انا بالف كتب مش فاضي الحاجات دي. اتفضل يا اب فلاتير. لما حضرتك مش عايز تعلق على رفض الاباء الادعاء مش عايز تعلق عليه؟ طبعا هو الـ 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 الشخص الوحيد المنوط بيه الرد في الامور اللي زي حضرتك هو حضرتك لا مش حضرتك. طب ما حضرتك اللي بتتصدر للرد ما يعني يبقى مين اللي انا بتصدى بالرد لان حضرتك ما بتديش ادنى فرصه لانه يبقى الحلقه فعلا موضوع يا فندم. خمس اباء حضرتك اكيد بتقول لهم زي ما احنا كلنا بنقول لهم ورفضوا. طب اعمل ايه؟ الخمس اباء هو الشخص الوحيد المنوط بالرد هو نيابه الانبا بولا. نيابه الانبا بولا ما ينفعش يطلع يرد لانه هيقول اسرار للناس لازم يحافظ على اسرارهم. الحاجه المهمه اللي عايز اقول لحضرتك عليها عشان بس ما ناخدش بعض في اتجاهات. الاستاذ اسامه لما يكون واحده مطلقه وتتزوج وهي مطلقه وبعد فتره 9 شهور ولا حاجه اكتشف انها مطلقه لو ما مضاش على ورقه يقول ان انا اعرف انها مطلقه وموافق على الزواج رغم انها مطلقه يصبح زواجه باطل. في حاجه اسمها بطلان زواج. طبعا حضرتك ما تعرفش الحاجات دي. طبعا في حاجه اسمها بطلان زواج، الزواج المبني على الغش. يعني الحالتين اللي حضرتك جبتهم امبارح يتحدثون عن تزوير في هي ميري بتتحدث عن وقعه زنا معاها حكم نهائي. وقعه الزنا دي لاحقه متاخره شويه. طيب انا عايز في بدايه زواجها اتكلمت عن تزوير في محضر الزواج. انا عايز صدر حضرتك اللي يتسع. والله انا كده خدت وقت كنت من شرم الشيخ ولكن انت على دماغنا انت مش عارف تقديرك عليها قد ايه. معلش يا فندم برضه لانه الامور كانت اكتر يعني كان ممكن حضرتك تتفادى ده كله لان حضرتك تستضيف اي حد. طيب عارفين تليفوني كويس. طيب الحمد لله أو ما لا يدرك كله لا يترك كله. معايا الاخت ميري على التليفون الثاني يمكن ترد عليها بنفسك. اخت ميري اهلا بيك. اهلا بحضرتك. سمعت حديث الاب فلاتير لو حابه تردي عليه. ايوه طبعا انا عايزه اقول لابونا فلاتير يعني انا عايزه اعرف ليه الكنيسه مفترضه على الطلاق للزنا رغم ان الانجيل بيقول لا طلاق للزنا. ليه الانبا بولا مفترض على كده؟ ليه اب فلاتير؟ بصي يا ميري انت بنتنا وبنت الكنيسه والاستاذ اسامه ابننا وابن الكنيسه وانا في طريقي لترتيب لقاء يضم حضراتكم اتمنى ان حضرتك تحضريه علشان خاطر نبدا مع بعض نقعد مع بعض ونحاول نجد حلول للمشكلات دي. انما سامحيني يا ميري حلول المشكلات الشخصيه مشكلات الاحوال الشخصيه لا يتم في القنوات التلفزيونيه وفي الاعلام. يا بونا مع احترام القدسك احنا عملنا محاولات كتير قوي مع الانبا بولا. في ناس بست على جزمته يا بونا. في ناس ميلت بست على جزمته عشان يضم تصريحه معاهم طلاق لعيله الزنا ومع ذلك الانبا بولا راح. انا اعلم تماما ان عدد كبير من المعتصمين اللي موجودين للزواج الثاني يا بونا احنا عملنا قرارات يعني. بس يا ميري من فضلك ميري اخت ميري نسمع بعض بالله عليك نسمع بعض. نص ساعه انا مجرد مداخلتي 10 دقائق او اتفضل يا فندم. اتفضل اب فلاتير اتفضل نسمع بعض يا ميري لو تسمح. يا ميري في ناس كل حاله من حالات الزواج الثاني او حالات الاعتصام يجب انها تدرس على حده. مش كلكم حالات واحده. انما انا اثق تماما انه ممكن جدا نتقابل وممكن جدا نتلاقى ممكن جدا يحصل حوار ممكن جدا نتبنى الموقف بتاعك والموقف بتاع كل الاخوه الاخوات لانكم كلكم اولادنا اولاد الكنيسه وحرصكم وتمسككم بالايمان المسيحي وبالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه حاجه تحترم وعلى الراس من فوق. انما انا اكد لك مره اخرى ان مكان عرض مشكلات الاحوال الشخصيه لا يمكن بقى احنا الاحوال ان يكون قنوات التلفزيون. احنا موافقين على كلامك ده يا ابونا بس يا ريت يتحقق. احنا بقالنا 5 سنين وفي اللي بقاله 10 سنين فيا ريت يا ابونا الكلام دوت يتحقق. ان شاء الله في ان شاء الله لقاء هيتم وانا بوعدكم انه هيحصل
تقارب، بس من فضلكم من فضلكم، لان لهجه الهجوم على الكنيسه، لهجه الهجوم على الاباء الكاهنه وعلى سيدنا البابا شخصيا، دي امر غير مقبول على الاطلاق، لانه انتم تعلمون ان في ملفاتكم او في ملفات بعضكم اسرار لا يجوز للكنيسه ان تعرضها وانها ترد بيها. وجود الاسرار دي بيلزم الكنيسه بحفظ اسراركم. ارجوكي ارجوكي ما تحطناش في موقف ان احنا نرد فنذيع اسرار، ده عمرنا ما هنعمله. انما في نفس الوقت في نفس الوقت هنتكلم مع حضرتك، الكنيسه هي اللي حطت اولادها في الموقف دوت، احنا اولادكم ازاي انتوا اللي تحطينا في الموقف ده؟ مش احنا اللي حاطينكم في موقف وحش، انتوا حضرتكم اللي حطينا في موقف وحش. تعالي تعالي ونقعد، تعالي ونقعد ونتكلم. انما الهجوم الرهيب جدا، البابا شنوده يا ماهي مش عامل قوانين لنفسه يا بابا، البابا شنوده ده ابونا كلنا، راجل وطني ورجل كنسي وغيور جدا على الكنيسه وغيور جدا على مصر. والاستاذ معتز يقدر يقول لك تاريخ البابا شنوده الثالث عن كل مصر، كل مصر متاكده من تاريخ البابا شنوده النقي الاب فلباتير. ميري بشكرك شكرا جزيلا عشان وقت البرنامج، بشكرك يا ميري. اب فلباتير لو حابب تضيف حاجه في النهايه، لو حضرتك حبيت. انا بس بارجو من حضرتك، الموضوعات بالغه الحساسيه، لابد من وجود شخص يقدر يرد. وانا عارف ان انا يمكن اكون يعني اسلوبي شويه. طب يا اب فلباتير بالله عليك، انا المعلومه قلت لك الخمسه، قول لي انا مستعد ان انا اتقبل ان انا كاذب قدام الملايين، قول لي انت كاذب والخمسه دول ما اتصلتش بيهم، قول لي اعمل ايه؟ دلوني على طريق بالله عليك. طب انا هسال سؤال واحد وحضرتك قول لي انت عايز، قول لي على الطريق اللي اذهب ليه عشان لما اناقش مشكله مصريه، انا دخلت لما اكون مشكله مصريه قبل ما، يا فندم اسمعني، في دي مشكلة مصرية قبل ما تكون مشكلة مسيحية، لأن الناس دي مصريين قبل ما يكونوا مسيحيين زي الناس دول ما هم مصريين. أرفض على الإطلاق إن حضرتك تفتح أي موضوع، ده يعتبر امتياز كبير جدا لبرنامج محطة مصر ولحضرتك على المستوى الشخصي، بس أنا بتكلم علشان لألا نفقد مصداقيتنا قدام الناس ونستشعر إننا دائما أبدا مش ممكن. في المرة اللي فاتت بتاع تعبير اتصلنا بأبونا صليب. طب يا فندم هم أنا قلت الأسامي الخمسة وقلت الردود، لما دخلت أنا ادتوني فرصة، وبعدين المرة دي برضو. طيب أنا قلت لحضرتك الأسامي الخمسة هم ادتوني فرصة. طب ليه من البداية، لأن البداية ما يحصلش اتصال بأبونا في لوباتير إذا كان هو اللي مصدر نفسه؟ يعني حضرتك المتحدث الرسمي باسم الكنيسة أرجع لك؟ خالص أنا بتكلم، أنا بحب أعمل تنويع بس، وأنت عارف مقامك، وإحنا أصحاب. إحنا مش صحاب ولا من صحاب؟ إحنا أصدقاء جدا 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 جدا، دي مش مجاملة صح؟ لا إطلاقا. طيب يعني إحنا أصدقاء، بس أنت لو بتقدم مكان البرنامج ده، مهما كنت انا معتز ده انسان متميز، هتبقى مره عايز تجيب معتز ومره تجيب جرجس ومره تجيب محمد. غير اذا ما لقيتش غير معتز هتتقبل بالامر الواقع. خلاص حاضر، البرنامج موضوع. حاضر حاضر جدا، وانا اسف جدا لازعاج حضرتك. لا ازعاج ايه، ده على راسنا ردك. بشكرك الاب فلباتير، بشكرك شكرا جزيلا ايمانا بحق الرد، ادينا فرصه كامله. كل ده وقت راح من شرم الشيخ ولكنه وقت مفيد.